السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، اليوم راح ناخذكم بجولة في أحد أسواق بيع السمك في مدينة الناصرية. طبعا اليوم هو يوم الاثنين المصادف 25/9/2023، هذا هو شارع النيل، وهذا هو جامع النبي إبراهيم عليه السلام، يقع في وسط هذا الشارع. وإلى جوار هذا الشارع يقع سوق هرج. هذا سوق هرج طبعا أحد أسواق بيع المواد المستعملة في مدينة الناصرية، وهذا شارع النيل باتجاه ساحة الحبوبي. شارع النيل هذا باتجاه ساحة الحبوبي، ساحة وبعد ساحة الحبوبي يقع جسر الحضارات. جسر الحضارات أحد جسور محافظة ذي قار مدينة الناصرية. هذا هو جسر الحضارات مثل ما تشوفون الأعمدة، جسر معلق طبعا. وهذا إلى اليمين منا هو أحد أسواق بيع السمك في مدينة الناصرية، وأغلب الباعة هم النساء. النساء أغلب الباعة هنا في هذا السوق. هذا هو سوق متواضع طبعا، وهذا هو جراج داخل في مدينة الناصرية. اليوم هو الاثنين 25/9/2023. خليكم ويانا بهذه الجولة ونرجو أن تنال إعجابكم. هاي ما قوت الله. شلونك؟ ليش اليوم هذا زول بيش؟ خمسة. خمسة؟ إيه. هذا ما الشاط؟ أنا ما الشاط ما لفوه. الله يحفظك. الله يحفظك. رحم الله والديك. الله يرزقك إن شاء الله. رحم الله والديك. يسلم قلبك. هذا بيش شانك؟ هذا بلف. بلف؟ إيه. بلف هذا الشانك. ما الشاط. رحم الله والديك. الله يحفظك. السلام عليكم يا مول. شلون شاد ليش هذا الزول اليوم؟ باثنين ونص. وهذا أصغر شوي مو؟ اي هذا اصغر سمك. هذا ها اي طبعا ماكو ماي، كان زين وعايشين زين ولاقينا ميه نشرب احنا. والله العظيم اذا تركيا بصفحه، ايران بصفحه، كلها لعبه بينا طول. والله العظيم هذا هاي البيش، هذا بيش، هذا باثنين ونص. السلام عليكم يا مول. هذا بيش هذا السمك خمسه. هذا شنو؟ ما الشطله مال سنتي ما الشطله مال البحيره. هذا مع البحيره. هذا تقريبا وزنه كيلو، اقل كيلو. اقل كيلو هذا. الكيلو مال تبيش بخمسه مو؟ خمسه مال الشط هذا. هذا مو هذا الشانك. هذا هذا بيش هذا بيلي. وهذا مال الثرثار هذا مو؟ لا مال البحيرات. هذا مال البحيرات. بيش كيلو هذا؟ بستة. هذا بستة. وهذاك مال الشط بخمسة. رح ماذا السمك؟ هذا بخمسة. بخمسة هذا مال الشط. اي بخمسة مال الشط هذا. الله يرزقك ان شاء الله. الله محمد والي محمد. الله يرزقك. الله يساعدك. الله يساعدك. والله العظيم المرة ترى العراقية تعبت تعب ما صاير. والله العظيم تعبت تعب، بس ماك شو تسوي؟ ماكو واحد يلتفت على واحد. لا احنا من ذاك ابن صبحة اللي كان حاكمنا وقلنا تخلصنا من عده وراح يجينا الخير. هسه تاليتها نفس الشيء. نفس الوضعية. الله يعينك ان شاء الله. طبعا احنا ما نقدر نصور الحجيه، لان الحجيه ما طلعت. بس شنو ضعف الحال يخليها تطلع خطيه. والله هي وشيباتها وطالعه هسه تشتغل على باب الله. لكن احسن مو طلع. لا 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 ما طلعش. لا عز الله ما طلعش. لا لا ما طلعش. هاي وين اصور هسه؟ بس هذا وفاضل خاله حالي وزينب يسوون كتلوني وزينب اخواني ورايدي كتلوني. لا عمي شلون طلعت؟ هذا بيش هذا؟ هذا بيش الزوري بيش هذا؟ عيرات زوري بيش هذا؟ هذا بستة؟ هذا مال الشط هذا طبعا. خوش. هذا حمري؟ هذا حمري بيش؟ هذا حمري بيش. خوش. وهذا؟ هذا مال الشط هذا؟ هذا مو مال الشط هذا. هذا مال البحيرة. مال أقفاص. اي مال بغداد. مال بغداد. بس هذا مال الشط هذا. هذا بيش هذا؟ هذا باثنين ونص. الله يرزقك ان شاء الله يمه. ما طلعت ترى انا بس السمكات جاي اصور. يمه الله يساعدك. شو صحت هبيش الشانك؟ اثنين ونص. اثنين ونص هذا الخشن هذا. اللهم صل على محمد وال محمد. الله يرزقك يمه. الله يرزقك. الله يرزقك. هذا شنو هذا؟ ما الشط هذا؟ بيش هذا؟ الله. ها هاي طبعا اللي تشتري من تشتري يقصونها لك وينطونك اياها جاهزه، حتى النسوان ما تتعب. هاي حتى النسوان ما تتعب، يقصونها لك وينطونك اياها جاهزه، انت عليها بس تطبخ. تمام. اي وما راضيات بعد ما يفتح.
حجي الله يرزقك ان شاء الله، الله يستر عليك ان شاء الله. الله واجد. هذا المصموطه مو تمام؟ هاي المصموطه بيش بخمسه؟ زين، هذا شنو السمك نوعيته؟ هذا شو اسمه؟ لا هيم. ها؟ يسمونه هيم. هيم؟ هاي امه؟ شو اسمه؟ ها 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 اي. هذا شو اسمه المصموطه، السمك المصموطه، هذا السمك الحلو. شو صحتك؟ هذا بيش الزوري في دول؟ هذا باثنين ونص، هذا مال الشط مو؟ مال اهلنا، هذا باثنين ونص، هاي السمك. باثنين ونص يعني تقريبا دولار ونص تقريبا، دولارين الا ربع. هذا هاي سعر. هذا بيش يمه هذا؟ هذا حمري؟ لو شنو؟ هذا الحمر، هذا الحمر. هذا باثنين ونص. الله يرزقك. وهذا بيش هذا الكبار هذا؟ هذا بخمسة. الله يرزقك ان شاء الله، الله يرزقك يمه، الله يرزقك ان شاء الله. الله واجد. بالفين هذا؟ الله يرزقك، والله خير من الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وال محمد. هذا بالفين دينار. بالفين دينار هذا الشانق، احنا نسميه هنا الشانق نسميه بالعراق. والزوري بيش؟ الزوري بالفين هذا، هاي السمكة الزورية. هاي السمكة بالفين دينار. هاي السمكة بالفين دينار. بالفين دينار. هذا ابو العلاقة. بياح مو؟ هذا بياح هذا. هذا بيش كيلو البياح؟ باربعة البياح. هذا البياح باربعة، طبعا هو نفس الشانك. نفس الزوري. بس يختلف، هذا دهين يصير شوية. هذا دهين يصير. المصموطة بيش هذا؟ الكيلو بيش؟ خوش. هاي الزوج ب 15، شنو السمكه هاي مالته يمه؟ هذا شلق هذا، ها؟ هذا شلق. الزوج ب 15 جديدة طبعا، هي مو قديمة، ها؟ ايه. هذا ب 15، وهذا شنو هذا؟ هذا مال الشط. ايه هذا بستة. طبعا هاي بيها تقريبا كيلو وربع، كيلو ونص، تمام؟ لا أقل الكيلو. ها؟ أقل الكيلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. السمكة ما شاء الله نعمة، خير من الشط. بيش كيلو؟ خمسة ونص هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي بخمسة ونص. حمرية هاي ماي هو. وهاي الحمرية بيش؟ خليها عمر. هاي شوف. حمرية مال هو. بيش هاي؟ بثلاثة ونص. بثلاثة ونص هاي الحمرية. مال هن هاي. شو هذا مال القفص هذا لو شنو؟ الله يا سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بيش هذا؟ صل على محمد وآل محمد. بيش هذا؟ خمسة ونص. هذا بخمسة ونص. لا ما عنده بخمسة آلاف. رحم الله والديك. هذا مال الشو طبعا. اي مال الشو هذا. هذا منين هسه جايبين السمك هذا؟ هذا؟ اي. اكو اهوار، اكو اسمها قفص، قفص. هذا قفص ناصرية. اي ناصرية. وهذا مال الشط هذا. هذا مال الشط، هذا بيش كيلو؟ ب 5000، ما عنده ب 4 ونص. اللهم صل على محمد. ما عنده بعد ب 4 وبرسم الخدمة احنا. اللهم صل على المواطنين. الله يرزقك، الله يرزقك. الله يرزقك. وهذا شنو هذا؟ بوجبوج ب 3 ونص. شو اسمه؟ بوجبوج ب 3 ونص. هذا ب 3 ونص. او للما عنده ولا الفقير ب 3000 وبرسم الخدمة. رحم الله والديك. صورك عادي تطلع؟ صورك عادي تطلع؟ عادي. رحم الله والديك. الله يرزقك ان شاء الله. الله يرزقك ممنون. بلاش بلاش بلاش. اساعدك. هذا شنو هذا؟ سبايدة. هذا ما مجمد مو له شنو؟ جامد هذا مو؟ كرتون. كرتون. بيش هذا كيلو؟ خمسة الكيلو. ايه. هذا الشانك باثنين ونص؟ هذا باثنين ونص الشانك. هذا باثنين ونص ما شاء الله، هاي السمكة مالته وكله جديد طبعا.
كله جديد ما شاء الله كله جديد. سمته جديدة. هذا ما الشط مو؟ هذا ما الشط بخمسة. هذا ما الشط بخمسة. وهذا خمسة مومة نفس الحالة. وشانك؟ شانك باثنين ونص. رحم الله والديك. بيش ما هذا السمت؟ ستة. هذا بستة. رحم الله والديك. وهذا اللي بياح بيش؟ أربعة. هذا اللي بياح بأربعة. وهذا هم بأربعة اللي بياح. ها؟ ستة ونص. الله يرزقك إن شاء الله. الله يرزقك إن شاء الله عيوني.